المرأة تروح تتزوج يعني بإنسان من غير ملتها ومن غير دينها، يعني هذه الحاجة للأسف من خلال غزو مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الأفلام والمسلسلات، واش رانا نشوفوه يعني أيضا لعرض لحياة المؤثرات اللي راهم يعني يعرضوا تلك الصورة، أنه الزواج بالأجانب مليح لكن أضراره يعني صراحة أكثر من فوائده. وهناك من تقول لك أنه أنا أختار إنسان صاحب دين أو يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الخير لكن أخلاقه ماشي مليحة. واش معناتها أخلاقه ماشي مليحة؟ سيء العشرة يعني. كما نقولوا أنه يعني مرفوض في المجتمع، يعني ولا واحد مثلا يطيقه، هو صحراوي يروح يصلي صلواته الخمس في المسجد ويصوم ويعني ومعروف بأنه صاحب خير لكن للأسف خلقه ماشي مليح. فأنا نقول أنه نركزوا على هذا النقطة، أنه لازم لما اختاري صاحب الخلق والدين معا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، إذا تنازلت على هذا يعني أحدهما أحطيه أنت فيما بعد في مشكل. لأنه علاش الإنسان اللي يكون صح يعني متدين وقريب من الله عز وجل يعني منطقيا راح يكون صاحب خلق بالمفروض. نعم، حتى أنه صاحب الخلق يعني وصاحب الدين لما تتزوجوا المرأة إذا ما تفهموش بعد الزواج وكانت هناك مشاكل على الأقل مش راح يظلمها، وش راح يهينها، وش راح يضربها، وش راح يعنفها، يخاف الله فيها، يعني يسرحها بالمعروف. هناك أيضا الشرط أساسي في الاختيار صحيح لشريك الحياة هي القدرة الجسدية والقدرة النفسية والقدرة المالية. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بالنسبة للرجل، يعني الرجل لما يروح يخطب المرأة عليها أن ترى فيه أنه هذا الإنسان راه قادر على فتح منزل، قادر على أنه يأسس أسرة، يتحمل المسؤولية من جميع النواحي.